نتكلم دلوقتي عن الهيدروكافلس. كلمة هيدروكافلس مكونة من مقطعين، أولهم هو هيدرو والتاني هو كافلس. هيدرو معناها مية، وكافلس معناها دماغ أو برين. إذا كلمة هيدروكافلس معناها إن في مية في البرين، وبما إن المية اللي موجودة جوه البرين هي الـ CSF، إذا معنى كلمة هيدروكافلس إن هناك زيادة في كمية الـ CSF اللي موجودة جوه البرين، يبقى هو ديزيز بيحصل فيه increase في الـ amount of CSF. تعال نتكلم على CSF ده شوية عشان نفهم التعريف الكبير اللي قدامك ده. الـ CSF عبارة عن سائل موجود فين؟ جوه الـ CNS. بيبدأ تكوينه ازاي؟ جوه الـ Ventricles. الـ Ventricles دي يا جماعة عبارة عن أوض كده كبيرة فاضية موجودة جوه المخ بتاعك بداخل البرين. أنا عندي 2 lateral ventricles، 1 و2، وبعد كده يجي الدور على الـ third ventricle 3، ثم الفورث فينتريكل 4. يبقى البدايه عندي بالاثنين الكبار اللاترال 1 و2، ثم الثيرد، ثم ايه، ثم الفورث. كل فينتريكل متصل بالفينتريكل اللي بعده عن طريق حته ضيقه كده، عشان كده لما اجي احفظ السي اس اف سيركيليشن زي ما نكتب لك كده، تحفظ اسم الفينتريكل واسم الفتحه اللي بعده. يعني مثلا الفينتريكل الكبير ده اسمه اللاترال فينتريكل، متصل بالثيرد عن طريق فتحه صغيره هنا اسمها الفورامين اوف مونرو، اسمها فورامين اوف ايه، اوف مونرو. والثيرد فينتريكل متصل بالفورث فينتريكل عن طريق قناه ضيقه صغيره اسمها الاكويدكت اوف سيلفيوس، والفورث فينتريكل متصل بالسب اركنويد سبيس عن طريق الفتحه دي اللي اسمها فورامين اوف ماجندي اند لوشكا. تاني، اللاترال فينتريكل متصل بالثيرد فينتريكل عن طريق الفورامين اوف مونرو، الثيرد فينتريكل متصل بالفورث فينتريكل عن طريق الاكويدكت اوف سيلفيوس قناه سيلفيوس، الفورث فينتريكل متصل بالسب اركنويد سبيس عن طريق الفتحه دي اللي اسمها الفورامين اوف ماجندي اند لوشكا. تعال نتكلم على دوره حياه السي اس اف. السي اس اف بيتم تصنيعه من فاسكولار بلكسس، شبكه من اوعيه دمويه صغيره موجوده بداخل اللاترال فينتريكل اسمها الكورويد بلكسس. الكورويد بلكسس ده بيصنع لي السي اس اف كسائل بداخل اللاترال فينتريكل الكبير. ينتقل السي اس اف الى الثيرد فينتريكل عن طريق الفورامين اوف مونرو، ثم ينتقل الى الفورث فينتريكل عن طريق الاكويدكت اوف سيلفيوس، وفي الفورث فينتريكل بينط يخرج بره الفينتريكلز خالص عن طريق هذه الفتحه الصغيره اسمها الفورامين اوف ماجندي اند لوشكا. لما بيخرج بيروح فين؟ بيروح في السب اركنويد سبيس. ايه السب اركنويد سبيس ده؟ ارجع معايا الرسم اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات. لو ده البرين، وتاج البرين متغطي بثلاث طبقات، البيا الاركنويد والديورا. المنطقه اللي تحت الاركنويد دي اسمها ايه؟ اسمها السب اركنويد سبيس. فهو ده المكان اللي بينط له السي اس اف، بيخرج من جوه التجاويف دي ويخش بداخل السب اركنويد سبيس ده. السي اس اف له وظائف عديده، من نيوتريشن بقى وغيره 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 ما يهمناش دلوقتي. بعد ما السي اس اف ده بيقوم بدوره ويتم استنزافه تماما، لابد ان انا جسمي يتخلص منه. بنتخلص من السي اس اف ازاي؟ قال لك عن طريق ان الاركنويد، طبقه الاركنويد اللي انت شايفها دي طالع منها بروزات، بنسمي البروزات ده هي اركنويد جرانيوليشنز، اللي انا بحط على رسم عليها ده دي اسمها الاركنويد جرانيوليشنز، النتوءات او البروزات دي. الاركنويد جرانيوليشن زي ما انت شايف كده مغروزه في قلب الديورال فينا ساينس، اللي احنا جبنا مثالتها المره اللي فاتت لما اتكلمنا ان الديوره جواها بلاد فيسلز اسمها الديورال فينا ساينس. فتلاقي ان الاركنويد طالع منه نتوءات مغروزه بقلب الديورال فينا ساينس. ليه؟ عشان لما السي اس اف ده يتم استنزافه ما كنتش عايزه يمشي يخش جوه الاركنويد جرانيوليشن وينط جوه الديورال فينا ساينس، يبقى جاي مختلط بالدم يرجع للهارت بقى وخلاص مفيش مشكله. يبقى السيركيوليشن بتاعتي عشان احفظها بسهوله زي ما قلت لك اسم فينتريكل اللي بعده فتحه. اول حاجه ببدا من لاترال فينتريكل، ينتقل للثيرد فينتريكل عن طريق الفورامين اوف مونرو، وبعد كده من الثيرد فينتريكل يروح للفورث فينتريكل عن طريق الاكويدكت اوف سيلفيوس، وبعد كده الفورث فينتريكل يروح لمين؟ عن طريق الفورامين اوف ماجندي اند لوشكا، يخش على السب اركنويد سبيس. السب اركنويد سبيس ده هو المكان اللي بيفضل فيه سي اس اف. خلص شغله بيحصل له ايه؟ ري ابزوربشن. فين؟ في الديورال فينس ساينس. ازاي؟ عن طريق انه دخل من الاركنويد جرينليشنز اللي انا بمشي عليها السهم دي. صعب الكلام؟ اذا ده اسمه السي اس اف سيركيليشن. اذا عرفنا دلوقتي ان المكان الطبيعي لتواجده السي اس اف هو الفنتريكلز والسب اركنويد سبيس. يبقى التعريف الكامل لكلمه هيدروكيفلس هو زياده في كميه السي اس اف مما ادى الى الدايلاتيشن اوف الفنتريكلز. الفنتريكلز اللي جواها سي اس اف بما ان كميته زادت حصل لها ايه؟ دايلاتيشن. ايه يعني لما يحصل دايلاتيشن؟ يعني ليه الهيدروكيفلس مرض ما يحصل دايلاتيشن؟ ما هو انت مش عارف ان البرين بتاعك اللي هو المنظر ده كده، الفنتريكل ده تجويف جواه ليه حجم محدد مليان سي اس اف. فلما التجويف ده الفنتريكل ده حجمه يزيد ويكبر عن حجمه الطبيعي،
وكده بيعمل بريشر على البرين تيشو اللي حواليه، بيضغط على البرين تيشو اللي حواليه، فممكن يحصل اتروفي او ضمور. عشان كده الهيدروكيفالس هو مرض من الامراض المهمه والخطيره جدا جدا. قبل ما نقلب الصفحه انا بركز تاني ان مصنع سي اس اف هو الكورويد بلكسس، شبكه الفيسلز اللي موجوده جوه الفنتريكلز، ومكان تصريف البلاعه بتاع سي اس اف هي الاراكنويد جرانيوليشنز اللي بتصب في الديورال فينس ساينس. ليه بقول الكلام ده وبركز عليه؟ عشان لما اقلب الصفحه دلوقتي معايا كده هتبص عليها هيقول لك ايه هي اسباب او تايبس بتاعه الهيدروكيفالس. اول نوع عندنا نوع اسمه الكوميونيكيتنج. يعني ايه كوميونيكيتنج؟ كلمه كوميونيكيتنج يعني الفنتريكلز مسلمه على بعضها، اللاترال فنتريكل مسلم للثيرد فنتريكل والثيرد مسلم للفورث فنتريكل، مفيش حاجه سده. يعني الفتحات الضيقه اللي هي الفورمن اوف مونرو، اكويدكت اوف سيلفيس، والكلام ده كله مش مسدوده. الفنتريكلز ار كوميونيكيتنج، وبس التالي بسميه كوميونيكيتنج هيدروكيفالس. ليه بقى يحصل؟ ليه سي اس اف يزيد وكميته ويحصل تضخم للفنتريكلز دي طالما الدنيا سالكه؟ قال لك يا اما لان الافراز زايد، المصنع شغال زياده عن اللزوم، او ان البلاعه مسدوده، او ان البلاعه ايه؟ البلاعه مسدوده. الافراز زايد يعني الكورويد بلكسس دي بتنتج سي اس اف زياده عن اللزوم. ليه ممكن تعمل كده؟ والله يا اما فيها تيومر، كورويد بلكسس تيومر، يا اما فيها كونجشن. كورويد بلكسس تيومر هو ورم طبيعي، لما يحصل فيها ورم هيزيد الافراز عادي. امال الكونجشن؟ قال لك الكونجشن دي معناها الاحتقان، ان الكورويد بلكسس دي اتفقنا انها عباره عن فيسلز، فالفيسلز دي فيها حاله احتقان كونجشن، فيها دم كتير. ليه؟ نتيجه ان في انفلاميشن في المنطقه دي، في انفلاميشن في البرين، في مينينجايتس. يبقى زياده الاكسس فورميشن سبب حاجه من الاثنين، يا الكورويد بلكسس دي حصل فيها تيومر، يا الكورويد بلكسس دي حصل فيها كونجشن. تيومر اهو عرفناه، كونجشن قلنا يبقى فيه انفلاميشن. طيب ده لو الافراز زايد. طب افرض الافراز مش زايد، السي اس اف بيتم انتاجه بكميه طبيعيه، ليه ما بيتصرفش وبيفضل متراكم؟ قال لك يبقى البلاعه مسدوده، يبقى في امبيرد ابزوربشن، يبقى الحته بتاعه الاراكنويد جرانيوليشنز اللي رايحه في قلب الديورال فينس ساينس مش شغاله، البلاعه دي مسدوده. ليه ممكن البلاعه تسد؟ والله قد يكون في انفكشن، قد يكون في هيموريج، نزيف في المنطقه دي مانع ان يحصل ابزوربشن، قد يكون في انفلاميشن جنب الانفكشن، ففي حاجه اسمها ليوكيميا انفلتريتس. كلمه ليوكيميا انفلتريتس معناها في كميه وايت بلاد سيلز كتيره جدا جدا موجوده في الحته دي، فمن كتر ما في وايت بلاد سيلز موجوده هنا سدت الفتحات. بعض حالات الهايبر فيتامينوزز، الناس اللي بيكون عندها نسبه عاليه من الفيتامينز، بتؤدي برضو الى ان البلاعه دي تسد. لكن السبب الاشهر فعلا هو الاكسس فورميشن، واللي بيجي في الام سي كيو هو الكورويد بلكسس تيومر. يقول لك كورويد بلكسس تيومر is a cause of، سبب من communicating ولا non-communicating hydrocephalus؟ قول لا، الكورويد بلكسس تيومر معناها الافراز زايد، يبقى المشكله مش في communication، communication سليم، يبقى هو communicating hydrocephalus. صعب الكلام؟ يبقى الكوميونيكيتنج هيدروكيفالس معناها ان الفنتريكلز كوميونيكيتنج سوا، مفيش حاجه مسدوده، يبقى المشكله كلها بس يا اما الافراز زايد في الكورويد بلكسس، يا اما البلاعه مسدوده فين؟ في الاراكنويد جرانيوليشنز والديورال فينس ساينس، بسبب هيموريج، بسبب انفكشن، ما يهمنيش الكلام ده كله. تعال النوع الثاني بقى اسمه ايه؟ اسمه اوبستراكتيف. اوبستراكتيف يعني نون كوميونيكيتنج، معناها كده ان هناك حاجه قفلت الكونكشن بتاع الفنتريكلز، اللاترال فنتريكل ما عادش موصل على الثيرد، او ان الثيرد ما عادش موصل على الفورث، او ان الفورث مش عارف يصب بره في السب اراكنويد سبيس. نمسك حاجه حاجه. اول حاجه هنتفقنا ان اللاترال فنتريكلز بيصب في الثيرد والثيرد بيصب في الفورث. بين الثيرد والفورث لو انت فاكر من شويه قلت لك ان في حاجه اسمها اكويدكت اوف سيلفيس، فاول سبب ممكن يحصل بسببه الاوبستراكتيف هيدروكيفالس ان يكون في اكويدكتال ستينوزز. يعني ايه اكويدكتال ستينوزز؟ ان الاكويدكت دي ضاقت ضيقه. ليه يا عم الضيق ليه؟ انا عارف، ما ممكن حاجه يكون جينيتال يا اخي، ممكن الولد ده مولود اصلا عنده الاكويدكت اوف سيلفيس ضيقه، ممكن يكون مولود طبيعي وحصلت له بشكل اكوايرد لما جاله مينينجايتس، لما حصل له هيموريدج في البرين، لما حصل هيموريدج في البرين او حصل مينينجايتس في البرين حصل فايبروزز، والفايبروز ده ادى الى ان الدكت دي تكون ضيقه، فده سبب. يبقى الاكويدكت اوف سيلفيس ستينوزس قد يكون كونجينيتال، قد يكون اكوايرد، وفي الحالتين هيؤدي الى اوبستراكتيف هيدروكيفالس. الحاله الثانيه ومهمه جدا، حاجه اسمها داندي ووكر فورميشن، مال فورميشن. داندي ووكر معناها ايه؟ فاكر الفورمن اوف لوشكا اما جندي اللي قلت لك مكانها هنا دي حصل لها اتريزيا، يعني اتريزيا اتسدت، وبالتالي اللي هيتنفخ هو الفورث فنتريكل، ودي بتيجي ام سي كيو. اذا حصل داندي ووكر سندروم، معناها ايه داندي ووكر سندروم؟ الفورمن اوف لوشكا عند مجندي اتقفلت، كانت موجوده فين دي؟ في قلب الفورث فنتريكل، فمين اللي هيحصل له؟ بالونينج
الفورت فينتريكل. هتقولي طب ليه يا دكتور مش الثيرد ومش اللاترال؟ لان في اكوداكت اوف سيلفس ضيقه يا جماعه، على ما سي سي اف يعمل باك بريشر ويرجع هنا هياخد موضوع طويل، ياخد وقت، الدنيا ضيقه، فاسهل ان هو يتراكم هنا وينفخ الفورت فينتريكل. اخر حاجه واخر سبب معانا هو الارنولد كاياري سيندروم. ارنولد كاياري سيندروم قالك معناه ايه؟ عارف السيربيلم اللي ورا ده اهو، شايفه السيربيلم ده؟ المفروض ان هو بيكون بالمنظر ده عادي كده باللي انا بشاور عليه ده، ده النورمال. في بعض الاحيان بيحصل حاجه اسمها ديسبليسمنت للسيربيلم، السيربيلم بيتزحلق لتحت كده كما هو في الحاله في الرسم دي. لما السيربيلم بيتزحلق لتحت بيقوم ضاغط على الفورث فينتريكل يمطه، يحصل الونجيشن اوف الفورث فينتريكل. خلاص يبقى حصل ايه؟ حصل تونسيلر هيرنيشن. عشان شفت الكلمه دي، كلمه تونسيلر هيرنيشن اللي هي الحته دي، معناها ان في جزء من التونسلز اوف ذا سيربيلم، هو اصل السيربيلم مكون من اجزاء صغيره اسمها التونسلز. المهم يعني حصل هيرنيشن اوف ذا سيربيلم، يعني السيربيلم دلدل لحد تحت هنا، فلما دلدل لحد تحت هنا ضغط مط الفورث فينتريكل، حصل الونجيشن اوف الفورث فينتريكل عندنا. يبقى الارنولد كياري بكل بساطه معناها ان البرين بتاع معاليك اتزحلق دخل جوه السبانال كورد. انت المفروض كبرين اخرك موجود جوه السكال، كون البرين او اي جزء منه ايا كان يتزحلق او يخش جوه السبانال كورد، فهو بيمط معاه مين؟ بيمط معاه الفورث فينتريكل اللي موجوده جوه. اخر سبب هو السبيس اوكوباينج ليجن، ويقصد بيها التيومر. من الاخر اذا كان في تيومر في البرين فطبيعي ان التيومر ده يضغط على احد الحتت دي ويعملها اوبستراكشن. اذا كان في ابسس في البرين نفس الكلام، ممكن يكبر ويضغط على اي حته من الحتت دي ويعمل اوبستراكشن. اذا خلاصه الكلام، لما اجي اقول لك كوميونيكيتنج هيدروكوفيرس، قول يا اما زادت الافراز اكسس فورميشن، يا اما امبيرد ابزوربشن. لما اجي اقول لك الاوبستراكتيف، قول لي في حاجه مسدوده، يا الاكويدكت فيها ستينوزس، يا عمك داندي ووكر، يا عمك ارنولد كياري، يا اما في سبيس اوكوباينج ليجن، يعني في تيومر في ابسس في اي حاجه من الحاجات دي. وبيجي سؤال يا جماعه في الامتحان، انيوميريت فور كوزز اوف اوبستراكتيف هيدروكوفيرس، انيوميريت فور كوزز اوف كوميونيكيتنج هيدروكوفيرس، وهكذا. صعب الكلام، مهمه جدا الحته دي يا جماعه تكون واضحه بالنسبه لكم. الحاجه اللي بعد كده هو الكلينيكال بيكتشر، عايز اعرف هو الشخص اللي عنده هيدروكوفيرس ده بيجي لي شكله عامل ازاي. والله الشخص اللي عنده هيدروكوفيرس الشكل بتاعه هيختلف بناء على العمر بتاعه. يعني ايه؟ يعني لو جاله هيدروكوفيرس في الانفنسي او الايرلي تشايلد هود، فتره السنه سنتين ثلاثه اربع خمس سنين في البدايه دي كلها، هيكون لي شكل معين. ولو جالك في الليت تشايلد هود من سن 6 7 8 10 سنين، هيكون لي شكل معين. في الايرلي تشايلد هود والانفنسي، الراجل ده او الطفل ده بيكون عظم البرين بتاعه، عظم السكال بتاعه طري لسه، ما مسكش في بعضه قوي، وبالتالي تضخم الفينتريكلز هيؤدي الى تضخم البرين، وبالتالي هيؤدي الى تضخم السكال. فاول سمتوم هيشتكي منها الطفل ده هي الهيد انلارجمنت، الواد ده هيكون عنده هيد انلارجمنت، او الراس بتاعته ضخمه، يخش عليك كده عامل زي ميجا مان، راسه كبير قوي كده. انا ما يهمنيش قوي حته الهيد انلارجمنت دي، انا يهمني النيورولوجيكال مانيفيستيشنز، اعرف او ايه المانيفيستيشنز اللي ممكن تحصل على الواد ده. حاجات كتيره دخلوا الاسامي دي كلها في البطنه، احنا في غنى عنها دلوقتي، انا هفهمكم معناها بالبلدي البسيط خالص. ممكن الواد ده يجي لك بحاجه اسمها سباستيسيتي. يعني ايه سباستيسيتي؟ في حته من عضلات جسمه متخشبه، ايده مثلا مفروده متخشبه ما بتتناش، ده معنى كلمه سباستيك، يعني ناشفه ما بتتناش. ليه ده بيحصل؟ نتيجه ان في جزء من في البرين المسؤول عن حركه الجزء ده اتحصل فيه ليجن، حصل عليه ضغط، حصل عليه بريشر. او الواد ممكن يجي لك بكلونس، كلونس ده احد اشكال التشنجات، هتاخدوها برده ان شاء الله في البطن. او الواد ممكن يجي لك ببريسك تندون ريفلكس. كلمه تندون ريفلكس معناها الراجل اللي هو بتشوفه الدكتور ده اللي بيجيب الشاكوش ويقعد يضرب على المفاصل، يقعد يضرب على اماكن معينه، فتلاقي فيه ريفلكس كده بيحصل. فالواد ده ممكن يكون عنده بريسك تندون ريفلكس. يعني ايه كلمه بريسك؟ بريسك يعني خفيف، يعني سريع، يعني بيحصل ابوف افريج ريسبونس، تيجي تضرب ضغطه خفيفه كده بالشاكوش تلاقي الواد نطر رجله في وشك على طول. فده معنى كلمه بريسك تندون ريفلكس. ليه بيحصل؟ برده نتيجه ان الميه زادت جوه البرين، فالحته اللي ضغط عليها في البرين كانت حته مسؤوله عن الريفلكس ده، وهكذا. هتلاخده في ساين اسمها البوزيتيف بابينسكي ساين ان شاء الله في البطنه برده، اللي هو بيجيب رجل الطفل كده اهو بالمنظر ده، يقوم جاي ممشي عصايا في الحته دي كده، فتلاقي الواد قام تاني صوابع رجله، دي اسمها البابينسكي ساين، هتاخدوها برده. قد يكون الواد ده جاي لك بكونفولجنز، تشنجات. قد يكون جاي الواد ده جاي لك بسكوينت، سكوينت يعني حول، يعني في احد العينين داخل لجوه او طالع لبره، حول. قد يكون الواد ده جاي لك باوبتيك اتروفي، الميه زادت بشكل كبير جدا لدرجه انها ضغطت على الاوبتيك نيرف وعملت له اتروفي، الواد جاي لك ببلايندنس، ما بيشوفش تماما. كل الحاجات ده اهي بعد اسبوعين ثلاثه لما تاخد بطنه هتكون بالنسبه لك ميه. هي يمكن الاسامي دلوقتي رخمه، بس هي بعد اسبوعين ثلاثه بالظبط من اخدك للبطنه هتلاقيها تافهه جدا جدا جدا. ده اللي بيحصل في خلال الانفنسي او الايرلي تشايلد هود،
وما يهمنيش تعرفهم على قد ما يهمني تعرف انها حاجات سيفير. يعني كلما جت الهيدروكيفالس في سن صغير كلما كانت الايفكت مور سيفير. على عكس ما تعالى هنا بص في الليت تشايلدهود، اول حاجه الهيد مش هتكون انلارجد قوي لان العظم بتاع السكال مسك في بعضه خلاص. تعالى بص كده على النيورولوجيك مانيفيستيشنز، مش هتلاقي حاجه من الحاجات اللي احنا وادي فوق خالص. يعني اخر الواد ده شويه صداع شويه هيدك، لما الضغط يزيد بداخل المخ بتاعه هيزيد حاجه اسمها الانترا كرينيال تنشن، الضغط بداخل البرين زاد، فيحصل له الساينز اوف الانكريست انترا كرينيال تنشن او انترا كرينيال بريشر. لما الضغط يا جماعه بيزيد بداخل المخ او داخل البرين بيحصل مجموعه من السيمتومز تاخدوها تيبيكال في البطنه، اهمهم حاجتين، الواد ده يرجع بروجكتايل فومتنج، يعني تلاقيه فجاه كده قاعد معاك قام فاتح بقه في شلال ترجيع نط في وشك، مش ترجيع عادي اللي هو لا لا ده بيحصل بروجكتايل عامل زي النافوره. وبيكون عنده بليرنج اوف فيجن اند ديزنس، يعني بيكون الدنيا قدامه ملغوشه كده ما هوش شايف كويس. الواد ده كمان ممكن يشتكي من حاجات هبله زي بور ابيتايت، ممكن يشتكي من شويه ليثارجي كسل، ممكن يكون الريتابل عصبي شويه، ممكن يحصل بولسي شلل لاحد الاعصاب وان كان ده نادر شويه. الشاهد من الكلام اللي انا بقوله ده كله ان السيمتومز هنا اقل بكتير جدا جدا مما حصلت في التشايلد هود او الانفانسي. عشان كده يا جماعه الهيدروكيفالس يفضل ان احنا تلحقه بدري بدري. يبقى ده الفرق ما بين الهيدروكيفالس لما يجي في الانفانسي او الايرلي تشايلد هود والهيدروكيفالس لما يجي فين في الليت تشايلد هود. طب انا عايز اعرف ااكد ااكد الدايجنوز ازاي. انا جالي واد جالي قاعد قدامي راسه قد ميجا مان كده اهو كبيره، انا شاكك انه هيدروكيفالس، عايز ااكد ايه الانفستيجيشن اللي ممكن اعملها. تعالى يا سيدي الانفستيجيشن الثابته بتاعت اي واحد جراح في الدنيا، احنا ما نخترعش، هو الحاجه دي فين في الراس؟ مش الراس دي فيها عظم؟ ادي له اكس راي. الحاجه دي فين في الراس؟ مش الراس دي فيها برين؟ يبقى ادي له ام ار اي وسي تي. وعلى فكره يا جماعه لمعلوماتكم ان شاء الله نعرف قدام، السي تي از ذا بيست imaging diagnosis of hemorrhage. لما يكون المخ فيه hemorrhage في نزيف افضل investigation تعملها هي السي تي. ايه كمان؟ هو المخ ده مش فيه ميه سي اس اف؟ طب ما اخد عينه سي اس اف analysis وان كانت مش بتتعمل قوي يعني. يبقى من الاخر اخبط اي investigation منطقي هيطلع صح. هتعمل اكس راي هيبان لي ان عظم السكال بعيد عن بعضه، هتعمل سي تي لو في هيمورج هيبين لك السبب، هتعمل ام ار اي للبرين هيبين لك انهي جزء من السوفت تيشو اوف البرين مضغوط عليه وباظ، هتعمل سي اس اف اناليز تعرف الضغط والبريشر بتاع سي اس اف واذا كان هو زايد فعلا او لا. بص معايا كده، ده منظر الفنتريكلز وهي دايليتد. في العاده يا جماعه انت ما بتشوفش المنظر ده، الفنتريكلز تكون حجمها اقل من كده بكتير وبتكون مش بيضه قوي كده، ابيض معناها ان فيها فلويد، فده كله سي اس اف زايد عن اللزوم. هتقولي يا دكتور امال فيه هنا ابيض في الاطراف؟ ما يا حبيبي ده السب اراكنويد سبيس. احنا مش قلنا ان السي اس اف بيروح يمشي ويوصل للسب اراكنويد سبيس؟ فهو الابيض اللي في الاطراف ده هو السب اراكنويد سبيس اللي ماشي محاوط البرين، يبقى ده اسمه دايلاتيشن اوف ذا فنتريكلز، والابيض اللي في الاطراف ده هو السب اراكنويد ايه؟ السب اراكنويد سبيس. طب علاجه ايه؟ علاج الشخص ده ايه قبل ما نخش على الديفرنشال دايجنوز؟ واحد عنده واد عنده هيدروكيفالس، والله احنا هنعمل معاه حل الاول ميديكال، نفع نفع وغالبا ما ينفعش، يعني لو ما ينفعش بنعمل ايه؟ بنعمل سيرجيكال. هو الواد ده عنده مشكله ايه؟ مش الميه زايده؟ امنع عنه ملح، امنع عنه ميه، يبقى سولت ووتر ريستريكشن. منع الملح ومنع الميه ما جابش نتيجه، بنعمل زي ما بنعمل في الاسايتس اللي انتوا حطوها في البطنه، بمنع عنه ملح بمنع عنه ميه، ما ينفعش برزعه لازكس، برزعه ديوريتك فيوريسامايد. جاب معاه نتيجه؟ جاب. ما جابش بضطر ارجع لمين؟ للسيرجيكال. طبعا الحاجتين دول بيتعاملوا بجانب التريتمنت اوف ذا كوز، يعني اذا كان في كوز واضح انا عارف وهو السبب بتاع الهيدروكيفالس اعالجه، في ستينوزز افتحها ايا كان، ودول حاجات تكميليه ميديكال. طب جربنا الميديكال ما ينفعش، الدور على مين؟ الدور على السيرجيكال. السيرجيكال هو بالظبط كلمه تريتمنت اوف ذا كوز، هي دي السيرجيكال، عالج السبب. سيادتك السبب كان عندك ان عندك في الكرويد بلكسس فيها تيومر او فيها منجيز في حاله النون في حاله الكوميونيكيتنج، خلاص سهله شيلها. القاعدة العامة للجراحة، الباب اللي يجيلك منه الريح اقطعه واستريح. انا عندي الكرويد بلكسس هي اللي هبلة فيها تيومر او فيها انفلاميشن عمال اطلع سي اس اف كتير، شيلها كرويد بلكسكتومي. طب انا كان عندي سبيس اوكيوباينج ليجن برين تيومر يعني ضاغط هو اللي عامل اوبستراكشن مثلا زي ما خدنا من شوية، شيله ريموفال اوف برين تيومر. طيب انا عندي في اوبستراكشن ما بين مثلا الفور لاترال فينتريكل والثيرد فينتريكل والحته دي مسدوده، اعمل شنت اوبريشن. يعني ايه شنت؟ بجيب كده عباره عن حاجه زي شاليمو من الاخر واوصلهم ببعض كده بعين على الفتحه دي، فالميه تخش عن طريق الشاليمو ده. الشنت دي انواع كتير بقى، في اكسترنال شنت وفي انترنال شنت. اكسترنال شنت بيطلع السي اس اف للخارج خالص، انترنال شنت بيوصله الى حته جوه، وفي شنت بتوصل يا جماعه السي اس اف على الهارت على طول دايركت. فالشنت دي انواع كتير، اعرف بس كلمه شنت يعني تحويل مسار
بجيب منه الفلويد المسدود هنا اللي متراكم هنا واوديه في حته ثانيه، يعني بعمل باي باسنج للاوبستراكشن. وطبعا في علاج ايه؟ في علاج اندوسكوبك. دايثيرمي كواجوليشن يعني بجيب بالدايثيرمي، اكيد شفتوه في اوضه العمليات، ده جهاز كده بيعمل كي، اروح اكوي اي فيسل اهبل عمال يطلع فيه اسف، اعمل كي للحاجات دي كواجوليشن، يعني تبع البليكسكتوم مثلا. خلاص، فده كده ببساطه التريتمنت اوف ايه؟ هيدروكيفلس. امنع عنه ملح وميه، ما ينفعش اديله لازكس، وطبعا اعمل سيرجيكال تريتمنت اوف ذا كوز. لو المشكله في الكورويد بليكسس شيلها، في تيومر شيله، مش نافع اعمل شنت لو في اوبستراكشن. في علاج اندوسكوبك طبعا، وده العلاج بتاع ايه؟ بتاع الهيدروكيفلس. طيب ايه هو الديفرنشال دايجنوزس بتاع واحد جاي لي راسه قد كده اهو؟ قال لك والله في حاجات كتير، ممكن تكون المشكله دي مشكله في السكال، ممكن تكون مشكله في المنجيز، ممكن تكون مشكله في البرين. في السكال في مرض ان شاء الله في الاطفال اسمه ريكتس، اللي هو الكساح. الواد اللي عنده ريكتس او كساح بيكون عظم السكال بتاعه اصلا ضعيف جدا جدا وما بيمسكش في بعضه، فسهل جدا ان يتراكم اي حاجه وتخلي شكل البرين كبير. خلاص، وشويه حاجات اخرى هناخدها ان شاء الله بعدين في الاورثو، ما تهمنيش خالص خالص دلوقتي، دي اسامي امراض اوستيوجينيز امبرفكتا، اكوندروبليجا، الكلام ده كله مشاكل في العظم في البون، يعني من الاخر بون ديفورميتيز، بون سويلنج، دي المشكله الاساسيه. فعشان كده بقول لك ان لو قاعده يكون المشكله فين؟ في الاسكال، حاجه من الحاجات دي. اللي يهمني منهم بس مين هي؟ الريكتس. او قد تكون المشكله في مين؟ في المننجيز. ازاي؟ اصل قد يكون في سب ديورال هيماتوم، تحت الديوره في كتله دمويه، والكتله الدمويه دي تراكمت 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 وهي الكبيره. ايه ده يعني؟ سي سيف سليم؟ اه. والفنتريكل سليمه؟ اه، مفيش اصلا في مشكله. ده كل حكايه ان انت هيئ ليك ان هي هيدروكيفلس معناها مش هيدروكيفلس، ده كل حكايه ان في تجمع دموي، هيماتوما هي اللي عامل هذا البروز. قد يكون في سب ديورال افيوجن، في افيوجن، في شويه ميه متراكمين تحت الديوره، نفس الكلام بعيد خالص عن سي اس اف. او قد تكون مشكله في البرين، قد يكون البرين نفسه فيه ميجالو انكفالي، البرين نفسه هو اصلا حجمه كبير، الواد ده مولود حجم البرين تيشو بتاعه اصلا ضخم، السي اس اف طبيعي والفنتريكلز طبيعيه، هو البرين تيشو بتاعه هو الكبير، فدي حاجه اسمها الميجالو انكفالي. او في حاجه اسمها هايدرن انكفالي، هايدرن انكفالي يعني في ميه في التيشو بتاع البرين نفسه، مش في السي اس اف، مش في الفنتريكلز، ده في التيشو بتاع البرين ده اهو اللي انا بشاور عليه، ده هو نفسه هو اللي فيه ميه، فدي اسمها هايدرن انكفالي. هايدرن انكفالي غالبا الواد ده يا جماعه بيكون ما عندوش برين، ما عندوش مخ، المخ بتاعه بايظ اصلا ضامر. يعني يمكن الحكايه دي شفتوها لو حد منكم بيتابع تويتر قريب، شفتوا الحكايه دي، واحد قال لك طفل جاي عنده 5 6 سنين وبيتكلم كل الحكايه ان هو بيشتكي ان هو تعبان شويه، عملوا له الاشعه على المخ بتاعه لقوا ان مفيش برين اصلا، لقوا ان التو سيريبرال هيمسفيرز ار ريبليسد باي ساكس اوف ووتر، ما عندوش مخ، مفيش برين تشو، امال في ايه؟ في كياس ميه، في كياس ميه في مكان البرين. فدي الحل اسمها هايدران انكفالي، دايما ان انكفالي يعني لا يوجد برين، هايدرا يبقى لا يوجد برين ومستبدل بايه؟ مستبدل بميه. صعب الكلام؟ اذا ده اسمه الديفرنشال دايجنوز. طبعا في الامتحان هو نادرا ما بيطلب ديفرنشال دايجنوز في حاجه زي دي لانها هبله يعني، بس نجابها بتخبط اربعه، ريكتس، هيماتوما او افيوجن، ميجال انكفالي، وهايدران انكفالي، وشكرا جزيلا على كده.